الطفل الأصم بحاجة ماسة للتوعية وللتوجيه والإرشاد من أجل دمجه دمجا أكاديميا ومدرسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما سيتناول هذا الملتقى كيفية حماية الأطفال وعائلتهم من الفضاء السيبراني، وكذلك حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والعنف الرقمي. بداية نتكلم عن أهمية المنصة الرقمية بصفة عامة، يعني بالنسبة لكل التلاميذ، والآن هي توجه جديد تنحو نحوه وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي، والأهمية تزيد وتزداد كذلك بالنسبة للطفل الأصم. لماذا؟ لأنه بكل مكوناتها هذه المنصة الرقمية سوف تسهل عملية التحصيل الدراسي للتلميذ الأصم، أكيد مع ما توفره من إمكانيات من تقنيات إلى آخره. وطبعا ندعو إلى أن تطور هذه التقنية وهذه المنصة الرقمية حتى تخدم الطفل الأصم وتساعده في تحصيله الدراسي.